لا تنفك ميليشيات الحوثي عن ممارسة نهجها في القتل والتدمير، مستخدمة كل وسائل التنكيل وإرهاب المجتمع، من قصف للمنازل وتهجير للسكان، حتى وإن تحدثت عن السلام وجلس وفدها على طاولة المفاوضات. المنازل مدمرة يعني، وندعو المنظمات ويعني وقيادة الشرعية أن يلفتوا النظر إلى المناطق، منطقة يعيس بالذات، لأنها المنطقة التي في غيار الحرب، والمناطق المجاورة لها من مناطق مريس والمناطق الأخرى. عشرات المنازل هنا في جنوب دمت بمحافظة الضالع تعرضت لأضرار مختلفة بعد استهدافها بقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا التي يطلقها الحوثيون دون ما مراعاة لأي اعتبارات إنسانية. وصمدنا هنا في هذه المنطقة، هذه المنطقة لم يدخل الحوثي، احنا ترسمها من اول يوم، من اول يوم احنا في منطقة يعيس، واسرنا في الجروف، ولكن سنظل هنا في يعيس، وسن ان شاء الله يعني ونبشر اخواننا في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي ان الجيش الوطني والمقاومة سيعود لهم الامل كما اعادوها لابناء يعيس والمناطق المجاورة لها التي تحررت خلال هذه الفترة. الإضرار بمنازل المواطنين ونهبها والعبث بمحتوياتها سلوك إجرامي ينتهجه الحوثيون في سبيل سيطرتهم على المناطق وتحويلها من أحياء تضج بالحياة إلى ساحة حرب لا يسكنها سوى القتل والخراب. داخل البيت مدمر، الخشب مدمرات، الحجار مدمرات، كل شيء مدمر، الأساسات مدمرات، ما معنا أي حاجة، ما عنا جالسين بالأرض. هذه الحياة الآن بعد 4 سنوات من المعاناة، من التدمير، من القصف. الآن الناس يعودون إلى منازلهم وهذا خير كثير، لكن لا يكفي. ضروري أن هناك يعني منظمات إنسانية ومجتمع مدني وكذلك الحكومة. تتجه أنظار اليمنيين والعالم لمفاوضات السلام في السويد، ولكن واقع الحال يقول إن من يحمل معاول الهدم ويتقن صناعة الموت لشعبه لا يمكن له أن ينتج سلما أو يزرع ابتسامة. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع.